السلام عليكم بعدا آه الناس كتسولني فين سيتي السنينات كنقول لهم راني سيتهم هنا عند الراجل هذا عند السي عبد الله الشلالي في مدينه الناظور اول زياره ديالي لمدينه الناظور هو زياره طبيه طيب وزياره ديال شويه الراحه طيب طبيه لان عاود باش نجي ندير كونترول عند السي عبد الله الشلالي وثانيا باش ندير شويه السياحه ونتلاقى مع الناس ديال الناظور اللي كنحس براسي فين ما كنجي بحال انا كاين في الدار البيضاء يعني كاين واحد الحب وواحد واحد المعامله طيبه ديال هاد الناس كنقول لهم كلهم شكرا اول ما ديالي للناظور ل... انا جيت شي اربع خطرات دابا كانوا جوج ديال الخطرات في واحد ليفينمون وثالث خطره لقاء واحد الصديق ديالي مالك هذا واحد رجل طيب ورجل من الناس العزاز عندي انا في الناظور و... ورابع مره فاش جيت هو فاش تلاقيت مع الدكتور عبد الله شلالي اللي هو تكلف لي ب... انه قد لي سنين ديالي وخا قرفستو تعديت عليه مسكين كتعرف كان عندي واحد لافوبي كان عندي مشكل بعدا في دي الشيء ديال الاسنان هو اللي خلاني مده رغم انه ما كتلقى لي بعض المرات في لي كومونتير عزيز سنينات 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 فكنقول لكم الحمد لله درتنا واحد الابتسامه اخرى وكنتمنى من 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 الناس اللي عندها فوبي بحال هذه بقى تلقى مع دكاتره اللي كيقدروا يحاولوا يتعاونوا معاهم باش تمشي هاد لافوبيا، انا كان عندي مشكله وكراس هذاك الراجل الدكتوراه اللي كنت نقول له مسامحات دابا من هنا من ناضرو بس يسمح لي على كاع داكشي اللي درت فيه لا هو ولا ليكيب اللي معاه أه وهذا اللي كاين زعما ومدينه ناضرو بالنسبه لي ولات عندي مدينتي اللي المفضله بالنسبه لي وماشي بعيدة يعني تا الناس اللي بغات تجي تشوف السياحة هنا سياحة, سياحة راقية والناس طيبين وكاينة واحد المعاملة ما نقولش لكم صراحة آه هي من المدن السياحية الجميلة اللي خص الناس تبقى تزورها فكنتمنى أنني نعاود نجي ولكن ما نجيش ندير كونترول نجي باش نشوف صاحبي ونريح مع الدكتور شلالي وندوي في حاجات أخرين ونذكروا ديك النوستالجي اللي, اللي كانت دازت عندنا وحنا كنقادو سنينات كنقول لهم شكرا شكرا الناس الناظور شكرا لكل الناس اللي تلاقات مع عزيز بحب وشكرا للدكتور شلالي ولكي ديال الدكتور شلالي والاسيستون فاطمه ما نساوهاش هذه البنت هذه اللي كانت تستمع معايا شكرا وتبارك الله عليكم وشكرا ونادوا